كذلك في الجهه في ملف النقل المدرسي اللي هو ملف 24/2001. محمد الجبري مستشار يعني بجماعه يغود اقليم اليوسفيه، يعني منتمي الى المعارضه. اليوم جينا لبينا الطلب ديال الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام باش نجيو باش ندوا بالاختلاسات التي عرفتها جماعه يغود. هذه الجماعه هذه اللي هي تعد يعني جماعه يعني داع صيتها يا انه اصبح خارج الوطن، يعني اللي هي جماعه التي اريد لها ان تكون يعني جماعه سياحيه بامتياز نظرا للاكتشاف الاخير الذي تم بها. هذا الاكتشاف اللي هو اكتشاف اقدم انسان بالعالم بها، ورصدت لها حوالي 44 مليار ديال السنتيم من اجل النهوض بهذه الجماعه هذه. لكن المشاريع التي تم انجازها بهذه الجماعه فهي مشاريع كلها فاشله، وتم التلاعب فيها وتم نهب اموالها بامتياز. فمن بين هذه المشاريع مشروع تطهير السائل الذي اراد منه الذي كان يتمنى المواطنون او سكان الجماعه منه بان يكون مشروع نعمه عليهم، بل اصبح نقمه عليهم بسبب الغش والتلاعبات التي قام بها رئيس المجلس وحاشيته بخلال هذا المشروع. كذلك مشروع ديال الطافي ما يسمى بالطبلات، فهو مشروع كذلك تم التلاعب فيه ونهبت فيه اموال. كذلك مشروع ديال السوق الاسبوعي الجديد اللي هو مشروع نهبت فيه اكثر من 1.5 مليار، والسوق لا يبت بصله بان يكون سوقا نموذجيا. كذلك تم التلاعب بالاموال التي ترصد الى جمعيه النقل المدرسي بذكي. والملف اليوم فهو ملف هو مطرح في العداله هنا في محكمه الجرائم الماليه، فكانت الجلسه الاولى والجلسه الثانيه، والجلسه الثالثه ستكون يوم 22 يعني يوم 22 يوم 22 جوج يناير في هذا الشهر هذا، لانه حتى يتم المحاكمه. نطالب كذلك بمحاكمه عادله في هذا الملف هذا، ونستغرب لماذا تم اخراج النائب الثاني لرئيس المجلس من هذه القضيه رغم تضارب ديالو في الاقوال، ورغم انه الاعتراف ديالو بانه انه رغم الاعتراف ديالو بانه يعني خرج الفلوس ديال الجمعيه وداروا في جيبو. مره كيقول بانه هذوك الفلوس اللي خرج راهم عطاهم لي الرئيس، انني خدام مع الرئيس. مره كيقول بانني انا سلفتهم الرئيس، واش تا كاين شي خدام؟ لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخبارنا.